Hari ini, Rabu 29 November 2023, merupakan hari terakhir gencatan senjata setelah diperpanjang selama 2 hari. Hamas kemudian mengundang Elon Musk untuk mengunjungi jalur Gaza Palestina dan melihat kerusakan akibat pengeboman Israel. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, melalui media sosial X pada Selasa 28 November 2023. Diketahui Elon Musk telah berkunjung ke Israel untuk mengunjungi lokasi serangan Hamas. Assalamualaikum. وقد حمل الراية من بعدهم قادة أبطال أكم تحرير لفلسطيننا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يرتقي فيها القادة السيام أبو العز ومعهم ثلة من أبطال المقاومة بالولايات المتحدة وإن اعتذار الرئيس الأمريكي بايدن في غرفة مغلقة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن التضليل والكذب الذي يمارسه الساسة في الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية وتتساوق معه وسائل الإعلام الأمريكية والغربية بشكل ممنهج سيعمق حالة نشر الكراهية وعدم الاستقرار في العالم وهم هؤلاء الساسة يتحملون مسؤوليته ونتائجه فإننا نقدم الدعوة للسيد إيلون ماسك الذي زار الاحتلال قبل أيام إلى زيارة قطاع غزة يوم أمس إلى زيارة قطاع غزة للإطلاع على حجم المجازر والجرائم التي ارتكبت ضد أبناء شعبنا التزاما على الأقل بمعايير الموضوعية والمصداقية وابتعادا عن سياسة الانحياز والمعايير المزدوجة في التعامل مع Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.